اخباركم ايه؟ اخبار الجرامر معاكم ايه؟ انت بتحضر حصة الجرامر كلها وبتكتب ورايا الملاحظات، وانا بقولك وبوعدك ان استحالة يطلع براهم فكرة، محدش هيحل قدك. تعال نشوف احنا فاهمين وانت اديتنا الافكار كلها ولا لا. اذا كان بعد يوزد تو ايه، يبقى الاختيارات هتبقى قامت وايزنت وارنت. اذا كان بعد يوزد تو اي فعل غير بي، يبقى الاختيارات هتبقى دونت ودازنت. هنا الفاعل شي، يبقى مش هتنفع غير إذن. هنا الفاعل شي، يبقى مش هتنفع غير دازن. هنا بعد يوزد تو بي، طلعت بره أمنت وإذن وأرنت، اخترت إذن عشان شي. هنا بعديها بلاي، تطلع بره دونت ودازن، اخترت دونت عشان خاطر أوش. جبت كام من 91؟ ما ينفعش نعد الحصة من غير ما نحل مع بعض تراجم. يلا رجاله، التوتر من ألد أعداء المخ. مستر لوز هنا طارق، خلاص. لك هنا طارق، في علاقة لينك. هاف بين شون يا مستر، كده بس. هي هاف شون أظهرت، دي مجهول، احنا عايزينها معلومة أهو. قيم نفسك، جبت كام من 10 في التراجم. النهارده ميعادنا مع تقفيل نص الوحدة. المفروض ان انت حضرت جرامر بارت 1 يونت 1 وحليت معايا كل التدريبات بتاعتك. read all about it. announce يعني يعلن، وهناخد الفرق بينها وبين advertise في language notes. piracy من اهم كلمات الوحدة. piracy يعني قرصنة. definitions يعني التعريفات، ودي مهمة جدا. برود تشيت، ودي بتيجي كتير جدا. برود تشيت والتابلويد اهي. برينتد يعني مطبوعه. هاف سمول بيجز، الصفحات بتاعتها صغيره. اند شورت ارتكلز، والمقالات بتاعتها قصيره. ويز ا لوت اوف بيكتشرز، فيها صور كتير. يبقى دي بتعتمد على الصور. الناس اللي بتسرب، طلع واحفظ. تسرب الناس اللي بتسرب الكتب. and join in، الناس اللي بتسرب الكتب وبتلتحق مع ايه. are punished، دول بيتعاقبوا. for their crime، بيتعاقبوا على الجريمة بتاعتهم لانهم اشتركوا في piracy. ادخل على المين vocab. permission يعني اذن او تصريح. permission واجب، واجب اهو كل التدريبات الاضافيه. وهتحفظ الكلمات اللي احنا قريناها مع بعض. ابتدينا ناخد كلمات كتير عشان نعلي الحصيله اللغويه بتاعتك. ما تخافش، هتحل معايا كل التدريبات، بس انت اعمل اللي عليك وادعي كده ربنا، وانا متاكد ان ربنا هيكتبها. اشوف وشكم بألف خير.